صباح الخير البنات، كديري لاباس عليكم؟ كديري مع الصحه؟ كنتمنى انكم كلكم تكونوا بخير وعلى خير. نهار جديد، فيديو جديد باذن الله. ان شاء الله اليوم الفيديو غادي نبدا معكم من الصباح اليوم الحد، غدا الدخول المدرسي. المهم الدار ما نكذبش عليكم، هاد الايامات كندير ليها واحد التنظيف لي خفيف، يعني ماشي تنظيف حيت غير كنطرفها، الدراري كيخسروها. المهم غادي اول حاجه غادي نبدا بها غادي نوض، غادي نطيب الغدا ديالي، غادي ندير واحد الغديوه اللي ساهله ودغيا دغيا كتوجد وصافي، وغادي ندوز نقعد الدار نطرفها مزيان. في نفس الوقت بغيت نوجد شي حويجات اللي غادي يبداو يفطروا بهم في الصباح، بحال شي حريشات، شي بغرير صغيور. المهم غادي نشوف اشنو غادي ندير. المهم اي حاجه درتها في هذا النهار غادي نشاركها معكم. كنتمنى الفيديوهات ديالي ينالوا اعجابكم، كذلك ما كرهتش انكم تحطوا لي تعليقاتكم وديروا لايك الفيديو باش يتشاف اكثر، وشكرا لكم بزاف على التشجيعات ديالكم. غادي نخليكم دابا مباشره تشوفوا معايا الفيديو، فرجه ممتعه. اول حاجه خديتها البنات، انا خديت مطيشه بالقشره ديالها، غير غسلتها وحطيتها، زدت عليها فصوص ديال الثومه، غادي نزيد واحد البصله صغيره وغادي نطحن كل شيء مزيان. دابا البنات غادي ندوز، صافي طحنت مطيشه، غادي ندير جوج ديال المقيلات. هادو صراحه كيحتاجوا يكون في داك المقيلات اللي يكونوا صغيرين، يكونوا فرديين، صراحه ما عنديش، ان شاء الله غادي ناخذهم حيت كنحتاجهم بزاف، ندير فيهم بيض، كنحتاج بحال هكا. المهم انا خديت هنا جوج طويجنات، درت فيهم مطيشه محكوكه مع البصله والثومه وشويه ديال الربيع، وسميتو مركز الطماطم درتهم هنا وهنا، حيت علاش درت جوج؟ حيت كاين اللي كياكل بوزروك، كاين ما كياكلوش، يعني الا درتهم بجوجهم فيهم بوزروك ما غاديش يبغيو ياكلوا لي الدراري، داكشي علاش غادي نفرقهم. صافي المهم انا غادي نزيد التوابل، غادي نزيد شويه ديال زيت الزيتون، وغادي نزيد التوابل، عندي أبريات مطحون، سكنجبير، غادي نزيد شويه ديال الكمون، خرقهم بلدي، البزار والملح. صافي غادي نخليهم على جنب. هنا عندي بوزروك اللي مغسول مزيان ومنقي، ممكن ديروا غير بوزروك، انا غادي ندير فواكه البحر كاملين. غادي نضيف شويه ديال الكروفيت، هنا عندي كروفيت المقشر وقطعته هكا طريفات صغيورين، هنا عندي الكالامار قطعته هكا مربعات صغيورين، شفتوا؟ صافي دابا ما غاديش نديرو يطيب دابا حيت باقي الحال. عزيز دا هذا من دراسه ديال الفرونسي، يعني ما غادي يجيو حتى لديك 12 ونص، باش حتى لديك 11 باش نديرو يطيب. دابا شحال الساعه؟ دابا تقريبا 10 ونص، حتى لديك 11 ونص كاع باش نديرو يطيب، حيت دغيا دغيا كيطيب، ما كياخذش الوقت كثير، ونخليه يشرب ديك العطريه وصافي. صافي البنات انا درت الطويجنات ديالي تيطيبوا، في نفس الوقت هنا وجدت باش غادي درت شويه الفريت، ها هو هادو هاد الكوكياجات غادي نزين بهم الفوق، راه سلقتهم البارح جبتهم، سلقتهم ودابا غادي نديرهم باش هما يشربوا شويه ديال لاصوص، غادي نديرهم وغادي نزين بهم في الاخر. هنا البنات غربلت داكشي علاش غتشوفوا مني شويه الدقيق طايح. هنا درت جوج زلافات كبار ديال الدقيق الفورص مع زلافه ديال الفينو، شويه الملحه، واحد معلقه صغيره ديال السكر سنيده، وواحد شويه راس معلقه صغيره ديال خميره الخبز. صافي وغادي نعجن غير بالماء العادي من الروبيني، حيت دابا راه الصاد، غادي نجمع غير بالماء العادي
وغادي ندلكها مزيان ونخليها شويه قاصحه ما تكونش كتلصق في اليدين، وغادي نشكلها كرات ونخليها ترتاح حتى نتغداو ان شاء الله وندوز نصيب المسمنات ديالي. صافي البنات هذاك الشيء راه الربيطه بقى ليا هنا ساليه البيض. هنا غادي ندير شويه ديال الفريت. المهم هنا خديت بطاطا قطعتها، والسر ديالها باش تجيكم مرمشه البنات هو انكم تصلوها مزيان حتى يولي الماء ديالها صافي. من بعد كنرطبها في الماء واحد نص ساعه تقريبا في الخل، وكنصفيها كنغسلها مره اخرى من هذاك الخل وكنصفيها كنخليها تنشف. وغادي نزيد عليها النشا. النشا كتخليها تجينا مقرمشه، بطاطا كتجي فن بزاف. المهم ما كنزيدش عليها الملح، الملحه حتى كتقلى البطاطا عاد كنزيد عليها الملحه من الفوق. المهم غادي نرش عليها شويه ديال النشا ونخلط كلشي مزيان ونديرها في الزيت تكون سخونه. غير هي كنصيحه ما تقلبوهاش في الدقه الاولى، خليوها حتى تبان لكم شدات راسها وبدات تحمر من تحت تقلبوها للجهه الثانيه. ايوا صافي هادشي اللي كاين دابا. هنا راه بديت كنوجد ديال الحرشه وديال البغرير، بغيت ندير البغرير عجينه مسمن صافي خليتها هكاك ما كورتهاش بلاتي سنسالي، وغادي نكورها وغادي نشارك معكم بطبيعه الحال الحرشه والبغرير. صافي من بعد ما طابوا الطويجنا ديالي قسمتهم هنا، درت هكا ثلاثه ديال البودروب وفواكه جافه، ودرت ثلاثه فيهم هادو اللي عاديين. غادي نهرس عليهم جوج بيضات. صافي هنايا غادي نزيد الجبن ديال السندويتشات وغادي نرش واحد رشيشه ديال الزعتر من الفوق وصافي. بالنسبه لي انا دخلتهم الفران، كنت بغيت نخليهم في الطويجنات وانا نقول لكل واحد ندير ليه ديالو، من الافضل بحال هكا كتجي حسن. صافي دخلتهم الفران وزينتهم بهاد الكوكياجات هادو. درت عليها شويه القزبر ومعدنوس، رفعتها مع شويه الزيتون والحامض وفمر المعيلات ديالي كيجيو لذاد البنات غير جربوهم بهاد الطريقه، وزينتهم بهاد الكوكياجات هادو وصافي نتوما شو. صافي البنات هادي هي الغديوه ديالنا، نمشيو نتغداو. عزيز وادم مازال ما جاو، تعطلوا دابا راه شحال جوج او قسمين، غادي نمشيو نتغداو ان شاء الله وهما خليت اليوم ديالهم حتى يجيو ان شاء الله ونطيبهم اليوم وصافي. ها هو الغديوه ديالنا، مرفقه مع الفريت شويه الزيتون الحامض الهريسه ضروريه. صافي نمشيو دابا نتغداو ونطلعوا ان شاء الله في العشيه. هنا البنات العجينه ديال المسمن صافي راه وجدات، خليتها ارتاحت ما ماشي مشكل ما كتخسر ما والو. دابا ها هي غادي نشكلها كرات بالحجم اللي بغيتو. صافي دابا غادي نغطيهم ونخليهم يرتاحوا وندوزو نوجد الحرشه ولا البغرير. المهم انا نشوف شنو نوجد. غادي نوجد البغرير هو الاول. عندي هنايا واحد نص كيلو ديال السميده رائعه او ربعة الكيسان ديال السميده رائعه، عندي جوج معالق كبار ديال الدقيق الفورص، غادي نزيد عليهم معلقه صغيره ديال الملحه، معلقه كبيره ديال السكر سنيده، معلقه كبيره ديال خميره الخبز، غادا نزيد ست الكيسان ديال الماء يكون دافي. البنات ما يكونش الماء دافي بزاف، يكون يلا شويه وصافي. غادي نضيف خمسه ونشوف السادس حتى نخلط جوج. صافي البنات من بعد ما طحنت كلشي مزيان ما غاديش نضيف الكاس السادس، خمسه راه كفاوني، حيت دائما تكون على حساب النوعيه ديال السميده. كاينه اللي كتشرب دغيا. المهم هنا عندي 16 غرام ديال خميره الحلويات، كل كيس فيه 8 غرام. صافي غادي نخليه على جنب على ما نجمع الدنيا، وغادي نجي نبدا نطيب فيه مباشره. دابا غادي ندوز نوجد الحريشات. هنا عندي نص كيلو ديال السميده رائعه مع معلقه كبيره ديال الخميره ديال الدقيق الفورص، غادي نزيد عليهم واحد معلقه كبيره ديال السكر سنيده، معلقه صغيره ديال الملحه، غادي نزيد واحد شويه ديال خميره الخبز غير واحد شويه،
هانتوما غير راس معايا الاصغر. غادي نزيد خماره فيها 8 غرام. دابا خديت هاد المعلقه البنات ديال اللي فيها هاد سبع وجوه تيقولوا ليها. المهم غادي ناخذ معايا واحده ديال الخليط ديالي هانتوما. صافي غادي نطيبهم دغيا دغيا كطيب شي وقت صغيورين دغيا كطيبوا كميه كثيره في دقه ودغيا كيطيبوا كتبقاو اللي حيدتوها ديروا بلاصه واحده اخرى حتى كتكملوا ميلاتكم كامله. صافي البنات انا كملت البغرير ديالي ها هو كامل درتو هنا فوق هاد السويف باش ما يطلعش العرق ديالو ويسرد وكيتعجن. هانتوما شوفو دابا راه برد صافي هانتوما كيجيو زوينين بحال هكا. ودابا غادي ندوز نكمل الحريشات ديالي. بالنسبه للحريشات المكونات ديالهم راه شاركت معكم. غادي نزيد عليهم واحد المعلقه كبيره ديال الزبده في كومبار المطبخ، نص كاس ديال الزيت العادي، صافي غادي نبسبسها كامله. غادي نخلط جميع المكونات، غادي نزيد كاس ديال الماء، وغادي نزيد ربع كاس ديال الماء. صافي هذا هو الماء اللي غنحتاج. غادي نخلط كلشي مزيان، ماشي كنعجنوها غير كنجمعها بحال هكا. صافي وغادي نخليها واحد خمسة ديال الدقائق على ما نوجد المقله ونوجد. صافي هنا وجدت السميده وجدت الحرشه ديالي، غادي ندوق عندي هذا الاطار هذا اللي كندير فيه الحرشه. غنجلس دابا على راحتي ونوجد الحريشات ديالي. هنا غادي نشكل كرات، انا ما تنبغيهمش يجيو غلاط بزاف. هانتوما كنديرهم هكا في السميده. غادي ناخذ هذا الاطار وكنضغط في هذه. صافي غادي نبقى نقلب فيهم حتى يبانو ليا تحمروا من الجوا بجوج وغادي نحيدهم. هانتوما البنات باش الزوينه هادي كطيبو كلشي في دقه وحده. صافي كملت كلشي، دابا غادي نبقى نقلب فيهم حتى يبانو ليا تحمروا. العافيه متوسطه. المهم البنات انا باقا كنطيب في الحرشه وسي عادي جا الجوع. هو كيضرب. كيف جاك البغرير؟ ضغمة هادي ديال البغرير. وشحال من بغريره كليتي؟ راه ضغمة هادي. شحال؟ ما عرفت ما شي 10 حطيت لك. طبسيل. هو كيدهن وكي كياكل. المهم صافي انا غادي نكمل بعد الحرشه ديالي، الدراري خرجوا يلعبوا حدا الدار، وفي نفس الوقت غادي ندوز مباشره نكمل المسيمنات. تبارك الله عليا ولا لا؟ تبارك الله عليك. حاد قول، حاد ولا زينة؟ حادة. وشنو كنصرع؟ كسكسو. صافي البنات انا يلاه كملت المسيمنات ديالي. مرة درتهم غير صغيورين ما درتهمش كبار. دابا صافي غادي نبدا نكرس غير بالزيت، غادي نحيد الزبدة ونطيبهم هنانيت. صافي وغادي نسالي ان شاء الله هاد النهار هذا.
وصافي البنات انا كملت دابا كلشي، كملت المسمنات صراحه. المسمن تشوفوهم ما محمراهمش بزاف، حيت بغيت فاش نسخنهم يتحمروا. شوفوا البغرير شحال بقى فيه، ما داروا به الكوتي مهم، بقات فيه غير كميه قليله. بالنسبه لطريقه الاحتفاظ بها البنات، هو كناخذ واحد الزيف، كندير هذاك الزيف كنغلفهم بالزيف مزيان، وكنديرهم في بلاستيكه، كنديرهم غير في الثلاجه ماشي في المجمد. فاش كنحتاجهم كنسخنهم في المقلة عادي وصافي، كيجيو بحال باين يلاه بحال يلاه وجدوا. المسمنات ديالي حتى هما كنديرهم في المجمد، غادي ندير كل السف في المجمد. وفاش كنجبدهم مباشره من الفريغو تنديرهم يسخنوا، والحريشات راه حتى هما كنسخنهم كنديرهم في المجمد وصافي. هذا يدي الاسبوع كامل ان شاء الله. صيبت البارح كيكه حتى هي باش نوى لهم مره نحط لهم شي حاجه، وان شاء الله كل مره نصايب شي حاجه. هكا كنقص عليا تماره ديال السيمانه، يعني كنبقى نطيب لهم غير الغداء او العشاء، وكنتهنى من الكوتي ومن الفطور. صافا البنات غادي نسد معكم هذا الفيديو، حتى نطلعوا غدا ان شاء الله فيديو جديد وصفات وروتينات جداد باذن الله. خليوا لي تعليقاتكم، ما تنساونيش، وديروا لي لايك للفيديو، كذلك بارطاجيو على شلا. وشكرا بزاف ليكم للي خطيكم على التشجيعات ديالكم المستمره، ونخليكم تصبحوا على خير.